النهارده هكلمكم في ثلاث حاجات مهمه في ناس كثيره جدا بتتساءل عنها. المصارعه الحره هل هي حقيقه ام فيك مزيفه يعني؟ طب ولو هي مش حقيقيه ليه بيكون في اعداد كتير من الجماهير بتتفرج عليها؟ الجزء الثاني من الفيديو هنحلل شخصيه مصارع من المصارعين اللي كان زمان مغمور جدا وفجاه بقى تقريبا صاحب المصارعه او تحديدا بقى السي اي او يعني المدير التنفيذي للمصارعه الحره او تحديدا للدبليو دبليو اي. فهنحلل شخصيه المصارع ده وهنعرف هو وصل لحاجه زي كده ازاي عن طريق علم الفراسه. الفيديو ده من الفيديوهات القويه ان شاء الله اللي هتعجبك، لان انتوا عارفين دايما ان انا معودكم في القناة ان من المهم جدا ان انت تحاول تفهم ما وراء الكواليس، مش اي حاجة تشوفها بعينك تصدقها. فعشان كده عايزك تتابع معايا الفيديو ده لغاية الاخر. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنساش لايكاتك المتين، وتنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس، ويلا بينا. اول حاجة لو عايزين نعرف هل المصارعة الحرة حقيقي ولا فيك مزيفة يعني، في البداية كده لازم تقارن بينك وبين نفسك. هو ايه الفرق بين اليو اف سي والدبليو دبليو اي مثلا؟ ليه الضرب هنا مختلف عن هنا؟ في اليو اف سي دي فعلا حاجة حقيقية، او الملاكمة مش لازم اليو اف سي بس، ولكن لو جيت شفت المصارعة الحرة زي مثلا الدبليو دبليو اي او مثلا التي ان اي او مثلا اي اي دبليو، ايا كان نوعية المصارعة اللي انت بتتفرج عليها، هتلاقي ان في احداث غريبة كده بتحصل وفي قصص بتحصل في وسط الماتشات. الكلام ده ما بتلاقوهوش في الملاكمة او في اليو اف سي. وده ليه؟ لان في سيناريوهات فعلا في المصارعه الحره بتتم، والسيناريوهات دي الهدف منها ان انت تحس بتتفرج على فيلم او تحس ان انت بتتفرج على تمثيليه. وعلشان كده المصارعه الحره بتسمى بره انترتينمنت، يعني المتعه. واكتر ناس بيتابعوا المصارعه الحره هم الاطفال على فكره، لكن الاطفال ممنوع ان هم يتفرجوا على يو اف سي او الملاكمه. حتى الاسم بتاع الدبليو دبليو اي اللي هو وورلد ريسلينج انترتينمنت. طيب نجيب ادله اكتر على ده. لو انتوا شايفين مثلا الفيديو اللي قدامكم ده، شايفين مثلا هنا الضربه ما جاتش في راسه اصلا، شايفين مثلا برضو الضربه دي برضو ما جاتش في وشه اساسا. طيب يا عم بس هم بيترموا على الارض وساعات بيضربوا بعض بالكراسي على دماغهم، والخبطات اللي احنا بنشوفها دي حتى الخبطات دي تمثيل؟ لا، خلينا متفقين ان النوعيه اللي موجوده في المصارعه الحره دي نوعيه بني ادمين احجامهم مختلفه عننا، وفعلا هم اشخاص مختلفين عننا جسمانيا شويه. بالتالي الناس دي عندها فعلا قوه تحمل. يعني لو انا النهارده شلت واحد ورميته على الارض، ايوه هو فعلا اترمى على الارض. الفكرة ان في سيناريو بيتطبق متفق عليه قبل ما الماتش يبدأ، يعني معروف مين اللي هيفوز ومين اللي هيتهزم، ومعروف الحركات اللي هتتعمل بترتيب معين. خصوصا كمان ان انت لو لاحظت هتلاقي ان الحكم في سماعة بتكون في ودانه، لان في الشخص اللي هو كاتب السيناريو ومتفق مع المصارعين على الترتيب بتاع السيناريو ده هيحصل ازاي. فبالتالي الحكم بيبلغ المصارع اول باول ايه الحركة اللي هتتم. حتى كمان لو في حد من المصارعين وقع وقعة جامدة فممكن ان هو يكون متصاب فيها، في حركات كده معروفة في المصارعة انا شفت لها فيديو قبل كده، علامات بينهم او زي ما تقول بادي لانجوج كده بينهم. فانت شايف مثلا في الصورة دي هتلاقي ان الحكم ماسك ايد المصارع، فبالتالي المصارع بيدوس على ايده، معناها ان انا كويس. لو ما دسش على ايده اذا فالشخص ده اغمى عليه مثلا او اتصاب، في الحاله دي بيتصل بالاسعاف علشان تيجي تنقل او يعني تحل المشكله اللي هي اللي موجوده. طيب بالنسبه للدم اللي بيحصل في المصارعه، انا على فكره كنت من المتابعين الجيدين للمصارعه الحره، بس من ساعه الكورونا وبقي ان مفيش جمهور وكده فما بقيتش ان انا اتفرج عليها يعني زي الاول، وخصوصا برضو عشان اليوتيوب الواحد ما عندوش وقت وفاضي وكده يعني. طيب الدم اللي بيحصل ده، اولا الكراسي اللي بيضربوا بعض بيها دي كراسي الومنيا، يعني تخيل نفسك كده ماسك صينيه في البيت زي صينيه الشاي كده ورحت ضرب بيها واحد على راسه، هتلاقي الصينيه عملت صوت عالي جدا لا يقارن مع الوجع بتاع الخبطه. اضرب نفسك بيها، بلاش تضرب اخوك مثلا ولا تقول هادي هو اللي قال انا ماليش دعوه يا عم. فده اللي بيحصل بالظبط في المصارعه. طيب الدم ده بيجي منين؟ لو ركزت معايا كده في الصوره اللي موجوده قدامك دي هتلاقي ان الحكم هنا بيدي المصارع بيدي له حاجه كده في ايده، ولو لاحظت في الصوره دي هتلاقي في حاجه هي واقعه في الحلبه. دي حاجة كده بيبقى فيها مادة لونها أحمر، وقبل كده أنا سمعت حد من المصارعين كان بيتكلم إن ده بيكون دم حقيقي اللي محطوط في البتاعة دي،
وهو بيدوس عليها وبيبتدي يحركها كده، فبتعمل خط من الدم وبيبتدي ينزل. وطبعا كل ما تيجي ضربة في الحتة دي اكتر، الدم اللي اتحط ده بيبتدي ان هو ايه يتوزع على الوش، فانت تعتقد ان الشخص اللي قدامك ده غرقان في دمه ولا حاجة زي كده. انت لو لاحظت في اليو اف سي لما بيحصل حاجة زي كده، او حتى في الملاكمة لما كمية الدم بتبقى زيادة كده، الدم ده بيمسحوه المدربين اللي موجود وبينظفوا له مكان الجرح علشان يعرف يكمل الماتش في المصارعة الحرة، عشان هي تمثيل وعلشان ده مش دم حقيقي، فالمنظر كده شكله احلى. انت فاهم الفكرة عاملة ازاي؟ طيب اعتقد ان كده وضحت الصورة في ان المصارعة الحرة هي تمثيل مش حقيقة. طيب النقطة التانية، الناس ليه بيعجبها حاجة زي كده؟ انت بنفسك اتفرج على المصارعة الحرة وشوف المواقف اللي بتحصل، وفكرة ان واحد يبقى داخل مع البنت بتاعته اللي هي الجيرل فريند، وفجأة تلاقي حد مثلا راح ضاربها بالغلط ولا حاجة زي كده، ويبتدي يتخانق معها عشان مراته، والجو التمثيليات اللي بيحصل ده بيخليك ان انت فعلا عايز تتفرج اكنك بتفرج على فيلم او تمثيلية. ولكن مثلا هتلاقي اتنين زي دول اعداء جدا في الوقت اللي هم كانوا بيلعبوا فيه ماتشات مع بعض وبتنافسوا على الحزام وبتاع، وكان في عداوة بينهم قاتلة مش مجرد منافسة على حزام وفقط. وتاني يوم تلاقي مثلا ان في فيديو ليهم متصور او صورة ليهم ان هم قاعدين في كافيه مع بعض وعادي، الحياة بيس مفيش اي مشكلة. ده غير كمان ان معظم الاطفال في امريكا ما يعرفوش ان هي فيه، وهم بيرضاش يقولوا لهم كده عشان هم بيستخدموا المصارعة يعني في بعض الحالات كده كنوع من التربية. عارف مثلا تلاقي اللي هو جون سينا مثلا، تلاقي الاطفال بتحبه جدا ويبقى مظلوم والناس عمالة تضربه كل شوية وبتاع، وايه بعديها بحلقه ولا حلقتين تلاقيه انتقم وبتاع، فده بيعلي الباور عند الاطفال وعندنا احنا اساسا لما بنتفرج على حاجه زي كده. فكده انا جاوبت على السؤالين الاولانيين، هنبتدي دلوقتي ندخل على نص الفيديو الثاني وهو تحليل شخصيه تريبل اتش. تريبل اتش كان مصارع مغمور جدا. بصوا في المصارعه مفيش حاجه اسمها شخص قوي وشخص ضعيف، اكيد طبعا في اجسام قويه زي مثلا واحد زي برون سترومن، فاكيد ده العين هتبقى عليه، لكن انا بتكلم في الوضع الطبيعي. فواحد زي تريبل اتش جسمه عادي مقارنه بالمصارعين اللي حواليه في الوقت ده. تريبل اتش كان من النوع اللي هو بيتخدم عليه عشان يلمع نجم معين، يعني مثلا الماتش ده كان مع التيميت وورير، الماتش ده بالظبط خد دقيقتين تقريبا، تريبل اتش ما ضربش ولا ضربه ويمكن خد اقل من دقيقتين كمان. فازاي واحد زي تريبل اتش بالوضع ده يتحول للمدير التنفيذي للهلمة دي كلها؟ تعالوا نحلل شخصية تريبل اتش دلوقتي عن طريق علم الفراسة ونعرف ازاي هو عمل كده. طيب بمناسبة علم الفراسة، لو انت متعرفنيش، انا اسمي هادي جنيدي، مدرب في علم الفراسة. وعلم الفراسة باختصار شديد هو تحليل شخصية الانسان عن طريق شكل وشه. طيب لو جينا بصينا كده على شخصية تريبل اتش، تعالى مثلا نحلل كده الوجه من هنا. اولا الوجه بتاع تريبل اتش ده ينفع ان انا اقول عليه دلو مقلوب، فبالتالي الشخص دوت هو عارف كويس جدا هو بيعمل ايه وحاطط خطط لنفسه هيعرف يحققها ازاي، وعارف كويس جدا انه هيحققها فعليا. طيب دي النقطة الاولانية. النقطة التانية لو جينا بصينا على العين هتلاقي ان الشخص دوت شخص حذر جدا، هتلاقي العين عنده صغيرة زي ما انت شايف. في نفس الوقت العين تعتبر بعيدة عن بعض، اذا الشخص ده هو شخص متسامح بيبص للصورة ككل، ما تفرقش معاه ايه اللي بيحصل جواها، المهم النتيجة النهائية. طيب تعال نشوف صورة تاني كده عشان الحواجب، هتلاقي ان الحواجب بتاعته قريبة جدا من العين، فبالتالي النوع ده من الاشخاص بيكون ودود وعشري، فبالتالي هو عنده صداقات كتيرة جدا. وعلى فكرة انا دي حاجة فعلا متأكد منها، لان حتى في تريبل اتش كان بيطلع في مستر اولمبيا، طلع اعتقد مرتين ثلاثة قبل كده، وكان بيسلم هدايا لابطال كمال الاجسام، فهو بيستخدم حتة العلاقات الكتيرة اللي عنده دي في كل حاجة في حياته. طيب من ضمن النقاط اللي هي ممكن تكون وحشة بقى في الحواجب القريبة من العين، ان الشخص دوت بيكون عنده عشم زيادة. بمعنى ايه عشم؟ عنده حسن الظن الزيادة بالحاجات اللي هو يقدر يعملها وبالناس ان هي هتوافق ليه، فبالتالي النوع ده من الناس بيطمع كتير في اي حاجة هو عايزها من اي شخص. في نفس الوقت برضو هتلاقي الحاجب بتاعه يعتبر من الحواجب الكثيفة، والحاجب الكثيف احنا قلنا قبل كده ان هو بيعرف يفهم الرجالة كويس جدا، وبيعرف يفهم الستات، معاه مفاتيح الرجالة ومفاتيح الستات. وبالمناسبة هو على فكرة هتلاقي ان وشه بيتغير كتير جدا، يعني شوية هتلاقيه اللي هو الدلو المقلوب، شوية هتلاقيه قالب على دلو، شوية هتلاقيه قالب على اللي هو المستطيل ومثلث من تحت، دي كنا عملنا عنها فيديو في الاي اللي فوق دي، اللي هو الشخص الدنجوان. ففي صور ليه فعلا هو ينفع كشخص دنجوان، يعني دي الى حد ما اللي هو ايه يعتبر الشخص الدنجوان هنا كده ماشي، هي الدقن مخبية بس يعني
طيب فده بحواجب كثيفة عين زاهية او لامعة، مش شرط تكون سودة على فكرة. وتريبل اتش اصلا شعره ناعم، يعني حتى باين هنا شعره عامل ازاي يعني. فبالتالي الشخص ده ينفع ان انا اقول عليه برضو دين جوان. وعلى فكرة انا الصفات دي اصلا تكفيني ان انا اعرف ايه اللي حصل بالظبط. ولكن خلينا نكمل. هتلاقي عنده برضو في خطوط كتيرة جدا في الجبهة عنده، ده دليل ان الشخص دوت عنده معلومات كتيرة جدا في الحياة، يعني اتمرمط يعني، فبالتالي عنده خبرات عالية جدا في الحياة. فبالتالي الشخص ده بيكون عنده امانة او اخلاص في العمل بتاعه، في الفكرة اللي هو عايز يحققها. باختصار شديد كده عشان ما طولش في الفيديو، الشخص دوت عمل ايه بناء على تحليله، وهي حاجة معروفة لأي حد متابع المصارعة يعني. الشخص ده تقرب من ستيفاني ماكمان اللي هي بنت ماكمان اللي هو اصلا كان المدير بتاع المصارعة. فكرة المصارعة دي بتاع ترامب اساسا اللي هو كان رئيس امريكا هو صاحبها، فكان المدير بتاعها شخص اسمه ماكمان. ماكمان او ماكمان ده ليه بنت اسمها ستيفاني ماكمان. اللي حصل ان تريبل اتش ابتدى ان هو يتقرب منها، وهو علشان عنده شخصيه الدنجوان سهل جدا ان هو يعمل ده. ولكن هنا الدنجوان ما اشتغلش بالفكره اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الفيديو قبل كده، اللي هو ياخد البنت وياخد منها اللي هو عايزه وبعد كده يرميها. لا، هنا كمل معاها لغايه الاخر واتجوزها علشان جزئيه الدلو المقلوب اللي كل شويه تيجي عنده، ان هو عنده طموح وعايز يحققه وعارف كويس جدا هو هيعمل ايه. فبالتالي اتجوزها وعرف يتدحلب على ماكمان او العيلة اللي هي ماسكة المصارعة لغاية ما بقى هو المدير التنفيذي. ودلوقتي اي حاجة بتحصل في المصارعة بتحصل باشرافه هو فقط تقريبا، يعني ماكمان تقريبا دلوقتي بقى حاجة كده اللي هو زي ضيف شرفي. وفعلا هو حاليا عمال يطور من المصارعة، عمل منها الـ NXT وخلى الـ WWE الرول لوحديها والسماك داون لوحديها، وعملهم بطريقة مختلفة عن الاول، وعمل كمان حاجة اسمها لايف 205 تقريبا. المهم تقريبا ان حلقات المصارعة النهاردة كل يوم في حاجة عن المصارعة، سواء حلقة ماتشات سواء تمثيليات سواء قصص عنهم، كل يوم في حاجة عن المصارعة بتتعرض. والفلوس ابتدت تزيد جدا بالمليارات، مليارات الدولارات طبعا. فعشان كده دايما شخصية الدلو المقلوب دايما النوع ده من الناس بيعرف يوصل للي هو عايزه وبسهولة جدا. انت بقى تعتبر ان هو بيوصل بطرق مشروعة طرق غير مشروعة، احنا اتكلمنا فيها قبل كده. ولكن النوعية اللي بتكون الحواجب قريبة جدا من العين ده دايما بيوصل بطرق غير مشروعة بسبب حتة العشم الزيادة. لو انت شخص عربي مش مصري زيي، فانت اكيد يعني كلمة عشم زي ما قلت لك اللي هو الظن الخير الزيادة بالشخص اللي قدامك، فتنفع ان انا اعرف اضحك على الشخص ده كويس، ده ظن خير بان اللي انا هعمله هيحصل. انت فاهم الفكرة؟ قيس على ده كل حاجة. هي دي طريقة تعامل النوعية دي من الناس. وفعلا هو دلوقتي وصل اللي هو عايزه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب ما كنش طولت عليكم. ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك الفيديو، ما عجبكش الفيديو عادي اعمل ديسلايك، انا ما عنديش اي مشكلة. واكتب لي في الكومنتات ايه رأيك في الكلام اللي انا قلته عموما، لان رأيك اكيد يهمني جدا. وبس، سلام.